الجاكيتة الحمراء حلوة عليا يا سيد. انت عامل ميكس طعام على شيك على وجهها، ايه ده؟ وانا بشتريها الراجل قال ان اللون الاحمر بيفتح وشي. حصل. القميص الابيض لايق على الجاكيتة الحمراء يا سيد. جلجل انضف من العريس. العريس كده كده معفن. تخيل ان علاء اشك واحد في عيلته. ياه، للدرجه دي هم جرابيع؟ على هيل جاي ماشي يا جلو. وديني عند الجرابيع يا سيد. مامتي شبه ازاي؟ ازاي؟ استني استني بس، ده جلو اخو العروسه. ها جلو لو سمحت تعالى سلم على عيلتي بابا وماما. مبروك يا عمي. لا لا مش هنا، مش هنا. جيجي حبيبي مبروك يا نينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مبروك. انا عايزك في كلمتين. هقول له ايه؟ هو سامع الصوت اهو. تعالى تعالى حبيبي، تاخد بالك من جيجا علاء وتحطها تاج فوق راسك. انا هنا. انت معاك جوهره. انت متاكد؟ سامع بقول لك ايه؟ ما تقلقش، انا هشيلها في العين دي قبل العين دي. هتعيش وتموت حلوف. ايه الاسلوب ده؟ ما انا بقول له كلام حلو يا ماما. انت جيت يا ماما، عقبال ما نفرح بجليله. مضيتي على الورق اللي المحامي بعته النهارده يا ماما؟ مضت يا ماما، مضت ويا ريتها ما مضت. لا انت هتشوف سواد، اصبر بس عليا. بقيت يا قاسيه قوي يا رؤية. يلا هذا جلجل صورنا سيلفي. حاضر يا بابا. يقول مش محدش بقى نسيت. يلا يلا بقالنا كتير ما فرحناش يا بابا. الله حلوه. لا معلش هنعيدها لاني كنت مغمض.